طيب احنا كنا في سكشن 3.2 وكنا بنحكي عن الكونديشنال ستيتمنتس. كونديشنال ستيتمنتس وشرحنا النيجيشن، كيف نعمل نيجيشن، كيف ننفي جمل بالفيرست اور الفيرست اوردر لوجيك اللي فيها there exist will for all. وهلا بدنا نحكي عن الكونفيرس والانفيرس والكونتربوزيتيف والى اخره بالفيرست اوردر. طبعا هذا اخذناه احنا بالبروبوزيشنال لوجيك وهو نفسه ما بيختلفش كثير، يعني هو بس بالتذكير. خلينا نتذكر كلنا طبعا ان هالجمله زي عندنا مثلا هذه الجمله وهذه الجمله الكونتربوزيتيف تبعها انهم هذول اصلا مالهم ايكوال، وقلنا انه الكونفيرس والانفيرس زي البروبوزيشنال لوجيك. اذا بترجعوا لمحاضره البروبوزيشنال لوجيك في سيكشن 2.2 هذول برضو ايكوال، الكونفيرس والانفيرس ايكوال، بس هذول ما بيساووا هذول، مش ايكوال مع هذول. طيب قلنا الكونتربوزيتيف اذا عندي انا في، اذا متذكرين في الـ في البروبوزيشن في البروبوزيشنال لوجيك، اذا كان عندي اف بي ذن كيو كانت الكونتربوزيتيف تبعاتها ايش كانت؟ اف نوت كيو، اف نوت كيو ذن نوت بي. وهذا شو اللي اختلف هون؟ اختلف انه هاي بدل البروبوزيشن صارت ايش؟ predicate، وفي إلها quantifier أو quantifiers. ماشي؟ نفس، بس هي نفس الإشي. طيب وبالتالي عندنا مثلا مثال بيقول for all x x is Palestinian such that if x is Palestinian sorry is a person if x is a Palestinian then x is smart. يعني كل الفلسطيني، يعني كل شخص اذا كان فلسطيني فهو ذكي. شو الكونتربوزيتيف تبعها؟ for all x تنتمي الى person، بعدين بدنا نجيب هاي من هون نقول not smart x then not Palestinian X. هذا بالكونتربوزيتيف لإله. واضح؟ هلا الكونفيرس، الكونفيرس للإشي إذا كان عندي بالبروبوزيشنال لوجيك if B then Q، شو كان الكونفيرس؟ بعكس if Q then B، بقلبهم إنجاز التعبير. if Q then B. ونفس الإشي إذا كان عندي هون، فبهذا تصير for all X تنتمي إلى person such that smart x then smart then Palestinian x. واضح؟ هذا ال طيب. وإذا كان inverse تذكروا بالpropositional logic إذا عندي if b then q شو معكوسها؟ معكوسها إنه not b if not b then not q. ونفس الاشي هون for all x تنتمي الى person الى person such that not Palestinian x if يعني if x is not Palestinian then x is not smart. نفس الاشي ما اختلفش علينا ولا اي اشي عن the propositional logic. هذا بالنسبة للكونفيرس والإنفيرس والكونتربوزيتيف. هاي كمان مثال بنحله. هذا المثال بيقول for all x تنتمي ل r، يعني أي عدد حقيقي real، إذا x more than 2 then x then تربيع ال x more than 4. وهاي شو بتصير؟ for all x تنتمي إلى r. على فكرة كلهم for all x تنتمي إلى r ببلشين
خلينا نحط هيل for all x تنتمي إلى R. شو بعدين؟ such that بعدين شو بدك تقول؟ هلا بحالة الكونترا بوزيتيف، الكونترا بدي أجيب هاي أعكسها وأحطها بالأول، فبدها تصير x تربيع أقل أو تساوي، يعني إذا x تربيع أقل أو تساوي 4 معناته x أقل أو تساوي من 2، عكست من جهتين. لاحظين؟ يعني ناط، ما هو ناط، ناط يعني أنا عكست. هلا بحالة الكونترا بوزيتيف الكونفيرس أنا بس بدي أكلبهم، كلب، ما فيش بسويش شيء. فبقول x تربيع f x تربيع سوري اللي هي هاي معلش اكبر من 4 معناته then x اكبر من 2. بحالة الانفيرس بس بنفيها بظل بنفس الترتيب، فهاي النفي هون بما انها الاكبر والاصغر x اقل او تساوي 2 then x تربيع اقل من 4. هذا الحال. في حد عنده سؤال؟ هذا هو الكونتربوزيتيف والكونفيرس والانفيرس بالفيرست اوردر. دكتور ليش ما نحط يساوي في الكونتربوزيتيف والانفيرس؟ لانه نفي، انت قصدك عن هاي صح؟ عن الاكبر والاصغر عند الكونت عند الاكبر والاصغر هلا شوفي بتقدر تحطي نط مرضى إذا هي مكتوب كتابي زي هيك تقدر تحطي not more than أو less or equal. ما هو شو عكس الأكبر؟ أصغر أو يساوي. أصغر أو يساوي مزبوط؟ سوري مش عكس يعني نفي. في سؤال ثاني؟